طلعتني حلفي جبتي نفس ان الكرسى هيتقلب له. حلمتي بحاجه ما عملتها لكيش؟ لا حقيقه. الاخر دي هتتفتح ونترك. تخيلي تخيلي الدايره دي تخيلي تتفتح والام عين جايه. يا ناس حكم القناع، حكم قناع الشهرة خلاكي تنشري كل مشاكلك وكل تفاصيلك على السوشيال ميديا؟ بس بطلت. بطلتي؟ ندمتي ندم شديد. إيه اللي حصل؟ زي ما قلتلك من شوية أنا بقول كل حاجة زي ما هي، فكنت فاهمة أن أنا يعني خلاص أنا دلوقتي أصلاً متضايقة فخلاص، وأنا بتاعة الموقف لازم يبقى ليه رد في ساعتها، فكنت أتضايق أروح داخلة هبدأ جوزي البلوك ولازم اديله بوستات عشان يعني انا ما رضيتش اقول بلوك ان بلوك بلوك لا انت عرفتي. لا بس دلوقتي مستمرين في البلوك الحمد لله. دلوقتي بلوك بلوك لان الناس ده طلعت ده في ناس شغلانتها كده عرفتوا فلان وفلان عملوا لبعض ان بلوك فيلا يبقى فينا قصه اقعد لهم فقلت لا وانت انصح مني طب اهو. طب البلوك على السوشيال ميديا في الحياه الحقيقيه بتعملي ايه؟ بتعملي له بلوك ازاي؟ لا في الحياة الحقيقية إحنا الاتنين برج الأسد. الله ربنا ما يوريكي. القلبة بتاعتنا أسدين مع بعض. بالظبط اتنين يعني ناريين مع بعض حاجة يعني صعبة جدا. فاتعلمنا بقى يعني مع الوقت كده اتعلمنا إنه إيه مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها. فخلاص إحنا زعلانين ابعدي عن وشي وابعد عن وشي وبنلاقي نفسنا على آخر اليوم إحنا الدنيا هديت لوحدها فبقينا ده أسلم حل نعمله. وعن سؤالك من شويه فاكره لما قلت لي حد بيستخدم الطريقه بتاعتك هو بقى قفشها بعد وقت يعني مثلا ايه ده قاعده مثلا زعلانه جدا بقى ولابسه بقى وش القفوشه فداخلين بقى وهنتكلم في خناقه جد فيروح مثلا داخل يقول لي ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا صندوق خلاص طبعا شكرا انا ضحكت لان انا بحب الافه فاضحك فاحس ان انا بقيت مهزاه وعايزه اخد حقي في الخناقه فاقول له لا فيقول لي خلاص ضحكتي خلاص يعني الخناقه باظ فبقينا عاملين الديل ده اللي يضحك التاني حقه ضاع. النشر على السوشيال ميديا عكس الستر طبعا يعني حاجه اصلا الاحسن ان اللي في البيوت يفضل في البيوت يعني عادي جدا ان الواحد يعمل حاجه ويغلط ويكتشف ان هي غلط ودي فعلا كانت حاجه غلط بس مش احنا الاثنين عندنا كده يعني انا اللي كنت بعمل كده هو كان دايما سابق ان هو يقول لي لا وما تعمليش كده ودي حاجه مش كويسه وانت ايه يا بنتي وكان يقول لي ايه عقل الاطفال ده يعني ايه تعملي لي بلوك يعني عمل لك ايه ريحك بايه البلوك إيه هو بيريح في ثانيتها على فكره فانا هو في لحظتها بيريح اللي هو انا بعرفك انك اتقفلت من حياتي باي باي بس طبعا عبط يعني ايه اللي نشرتيه وشلتي الستر عنه وندمتي حسيتي انك ما كانش المفروض تعملي كده هو أنا في مره كده بس دي بقى اتفهمت غلط انا مره دخلت كتبت الحمد لله وكل شيء نصيب بما ان عدى وقت انا هحكي بقى الموضوع كان اللي حصل ساعتها كنا بنعمل المسلسل بتاع دنيا سمير غانم واستاذه دلال جات لها كورونا ودنيا جات لها كورونا وانا كنت متخانقه مع جوزي كل الحاجات جت في نفس الوقت فانا المسلسل عرفت انه واقف ومش نازل رمضان فدخلت قلت الحمد لله كل شيء نصيب وقدر الله وما شاء فعل. تاني يوم فرحانه ان المسلسل ما دخلش رمضان اتاخدت كده يا ريت امال شيماء اتطلقت يا ريت ده انا لسه كنت هقول لك في معلومه انك اتطلقت هي دي بقى ما انا بقول لك ما هي دي ساعتها بقى المهم انا بقى عشان ابين واوضح كان لازم اقول ان الناس دول تعبوا وطبعا ما ينفعش اقول ان هم تعبوا ففضلت ساكته طب انت ما تتكلمي وتقولي فانت مش عارفه تقولي حاجه تانية يعني مش عارفه تقولي الحقيقه ومش هالف قصه ففضلت ساكته ففضلوا مقتنعين فتره انه خلاص حصل ان شيماء اتطلقت فبقيت سايباهم بقى وخلاص الايام بينت يعني الايام بينت ان احنا بعد كده موجودين وعايشين في حياه بعض فاللي هو انا هطلع ادافع عن ايه؟ ما خلاص الايام هتثبت لكم ماليش دعوه ومش عشان انا ابرأ نفسي اقول سر في حياه حد ما كانش المفروض ساعتها يتعرف او يتقال فسكت بس هم بياخدوا كل حاجه على المنطقه بس دي بس الموقف ده كان من الحاجات اللي علمتك انه مش كل حاجه للنشر لا ده انا ساعات بقى اصلا بيبقى في حاجه بجد يعني حد مثلا زميل كان عامل عمليه محمد توته
وبعدها برضو الموضوع اتعرف، فدخلت كتبت دعاء للمريض برضو. شيماء سيف عندها مش عارف كانسر ومين عنده ايه، فاللي هو انا حتى انك تدعي دعاء او تقولي حاجه هي بتتشد. شيماء سيف جابته لنفسها عليكي، جابته لنفسها، فجابته لنفسها ما بقتش تتكلم. بقى نزل بقى الصور الجميله دي بتاعت كده اهو كده دي حلوه عجبك كده وكده، دي ما فيهاش اي اشاعات تمام، ما فيهاش اي كلام، ما فيهاش اي نشر، بقيت عايشه على كده بقى. حكم قناع الشهره بيخلينا ساعات نعمل لغط عشان نفضل موجودين. في ناس بتعمل كده بس انا ابعد ما يكون عن كده. انا عمري انا ماشيه جنب الحيط يا باشا، ماليش دعوه بجد. لا بس في ناس طبعا بتعمل كده، واحنا في الوسط اللي بنبقى عارفين، والناس اللي بره للاسف بيصدقوا، يعني الناس البسيطه اللي مش عارفه حياتنا كفنانين وكده بيبقوا مصدقين طبعا. حكم قناع الخلافات خلاكي دايما تظهري بواحده بس من اخواتك وما بتظهريش مع التانيه خالص؟ لا خالص، التانيه غلبانه ملهاش ملهاش في الصور، هي ملهاش في حاجه خالص بجد. هي اصلا مش عايزه تبقى موجوده ولا عايزه حد يعرف ان انا اختها، وهي غلبانه كده وجنب الحيط. التانيه دي نعنوشه كده وزيي، واحنا شبه بعض ومع نفسنا. اختي بقى التانيه ظهرت معايا في حاجات كتيره ونزلنا ساعه فرحي، بس اللي هو قاعده تقول لي انا اصلا في الشغل ما حدش عارف انك اختي، يقعدوا يقولوا لي بقى سلمي لنا عليها وعملنا شيماء ما تجيبيش. تقول لها خلاص براحتك ماشي. فهي هاديه قوي، محاميه كده يعني هي بناء على طلبها هي عايزه تكون بعيده عن الاضواء وبعيده عن شهرتك وبعيده عن بالظبط. دي ذكيه، هي عارفه هي هي مشتريه سلامها النفسي طبعا، دي صح. مع نفسها صح، بتسحب تاكل مربى ومفتقه مالهاش دعوه، احنا اللي بناكل جبن. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.